إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا رشدا وأن يجعل عروته الوثقى لنا مددا وأن لا يكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسدا. إني شددت إليك كل رحالي، يا رب أصلحني وأصلح حالي. يا ابن آدم، يغنيك من الدنيا مصحف شريف وبيت لطيف ومتاع خفيف وثوب نظيف وكوب ماء ورغيف. العزلة مملكة الأفكار، والدواء في صيدلية الأذكار. وإذا أنت أصبحت طائعا لربك، غناك في قلبك، وأنت آمن في سربك، معافا في جسدك، فقد حصلت على السعادة ونلت الزيادة وبلغت السيادة. واعلم أن الدنيا خداعة، لا تساوي هم ساعة، فاجعلها لربك سعيا وطاعة. أتحزن لأجل دنيا فانية؟ أنسيت الجنان ذات القطوف الدانية؟ أتضيق والله ربك؟ أتبكي والله حسبك؟ الحزن يرحل بسجدة، والبهجة تأتي بدعوة. وأشهد أن القائد والقدوة محمداً عبده ورسوله. لما صعد النبي إلى السماء السابعة، رأى يوسف عليه السلام وقد أعطي شطر الحسن، أي نصف الجمال. وقد اختلف العلماء على كلام النبي عن يوسف وقد أعطي نصف الجمال على ثلاثة أقوال. من العلماء من قال على النصف من جمال آدم، لأن آدم أبا البشرية عليه السلام، خلقه الله بيده، فكان أجمل إنسان خلقه الله. هذا الذي خلقه الله بيده آدم لا بد أن يكون أجمل إنسان، فقال هذا القول أنه على النصف من جمال آدم. القول الثاني قالوا على النصف من جمال سيدنا محمد. القول الثالث قال العلماء إن الجمال الذي خلقه الله في البشر قسمه الله في الناس إلى نصفين، فنصف جمال العالم ليوسف والنصف الثاني لبقية البشر. لكن هذا الكلام لا يقبل قولا ولا نقلا ولا عقلا ولا شكلا ولا موضوعا ولا جملة ولا تفصيلا ولا كليا ولا جزئيا ولا حقيقة ولا حالا. إذ هل يعقل أن البشرية من آدم إلى آخر مخلوق في نصف، ويوسف في نصف؟ إذن ما هو القول الراجح؟ أن يوسف أعطي نصف الجمال، أي على النصف من جمال آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيده. وورث يوسف هذا الجمال من جدته سارة زوجة جده إبراهيم، فهي أجمل امرأة خلقها الله على الإطلاق.
وخذ مني هذه المعلومة الثانية، هناك ثلاثة أنبياء صعدوا إلى السماء أحياء ورجعوا إلى الأرض مرة ثانية، لم يرجع منهم إلا واحد، وبقي واحد في السماء حالياً لم ينزل. من هم الثلاثة أنبياء الذين صعدوا إلى السماء أحياء؟ سيدنا إدريس طلب من الله طلباً عجيباً، أن يقبض الله روحه في السماء الرابعة بدلاً من الأرض، فاستجاب الله له وصعدت به الملائكة إلى السماء الرابعة، وقبضت الملائكة روحه في السماء الرابعة. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. النبي الثاني هو سيدنا عيسى، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. النبي الثالث الذي صعد إلى السماء حيا ورجع هو سيدنا محمد في رحلة الإسراء والمعراج، وصل النبي فوق السماء السابعة وهناك كلمه ربه وناجاه وقربه وأدناه، وفوق السماء السابعة بحر. هل سمعت يا شيخ محمود أن فوق السماء السابعة بحر؟ فوق السماء السابعة بحر، وفوق البحر الكرسي، وهو موضع قدمي الرب جل وعلا. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وفوق الكرسي العرش، وهو كالقبة على العالم، والله فوق العرش، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء. هذا البحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين الأرض والسماء السابعة. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ورطبوا ألسنتكم بذكر الله، وصلوا وسلموا على سيدنا رسول الله. معشر الإخوة، الشوق للقائكم حدث ولا حرج، والحديث معكم زهر يفوح منه الأرج، فسلوا من دب ودرج باللواء والمنعرج، والوجوه تشهد بلا عوج، فالبشر قد ملأ الوجوه نضارة، فتكاد من فرط النضارة تقطر. يا من بطلعتهم يلوح لنا الهدى، وبيمن رؤيتهم نزيد تيمنا، بكم اتحدت هدى فلو حييتكم، قلت السلام علي إذ أنتم أنا. أي غرا بهاليل وأبطال الميامين، صدور المحافل وقادة الجحافل، سيوف الحق التي بها نصول، وألسنة الصدق التي بها نقول. من نحسبهم قد اتخذوا سبيل الله سبيلا، وجعلوا محمدا وحزبه قبيلا. نضر الله هذه الوجوه وضاحة الأسارير، نفاحة الطيب كأفواه القوارير. بتحية الإسلام أحييكم تحية تعلو محياكم، وتنتعش برياكم غراء محجلة ظاهرة مبجلة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك للأستاذ محمود سيد آل عزوز، وأقول له كما كان النبي، كان النبي إذا ذهب إلى عرس يقول النبي للعريس: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وكان النبي إذا ذهب يهنئ شخصا على مولود جديد كان النبي يقول: بارك الله لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره. لماذا النبي يدعو في كل ما هو جديد بالبركة؟ لأن البركة في زماننا هذا نزعت.
يعني قبل 10 سنوات 1000 جنيه كانت تكفي مصاريف شهر كامل. أقسم بالله العظيم 1000 جنيه حاليا لا تكفي مصاريف أسبوع واحد. يوم لا يبقى أنتوا جماعة أسرياء. هذا إن دل فإنما يدل على ضياع البركة. فما هي البركة؟ هل البركة أن أضع يدي على شيخ وأقول له بركاتك أيها الشيخ؟ هذا فهم خاطئ، وإنما البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، والبركة هي الزيادة والنماء، والبركة عنصر أساسي في حياة الإنسان. فلا قيمة لطعام لا يثمن ولا يغني من جوع، ولا قيمة لوقت محقت بركته. والله حاليا نزعت البركة من الوقت، مع أن الساعة هي الساعة، والدقيقة هي الدقيقة، والثانية هي الثانية، لكن أصبحت السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم. وهذا دليل على قرب قيام الساعة. كان عمر بن الخطاب يدعو ويقول: اللهم إني أسألك صلاح الساعات والبركة في الأوقات. وحاليا نزعت البركة من المرتبات. الموظف في منتصف الشهر يعلن إفلاسه. اسمع، إذا دخلت البركة في حياتك سترى العجائب. سيفتح الله قلبك، سينور الله عقلك، سيطهر الله نفسك. البركة إذا حلت تحول الكوخ الصغير إلى قصر كبير. وحين تفقد البركة يرى صاحب القصر أن قصره كالقفص أو كالسجن الضيق. فالقليل يكثر بالبركة، والكثير يقل بفقدانها. والبركة في البيت اتساعه، والبركة في الطعام إشباعه. إذا شبعت من الأكل فهذا الطعام مبارك. والبركة في الشراب إرواءه، والبركة في الجسد سلامته من الأمراض، والبركة في المال وفرته مع الكفاية منه، والبركة في الوقت استغلاله، والبركة في العمر طوله وحسن العمل فيه، والبركة في العلم الإحاطة به والعمل بمقتضاه والدعوة إليه. واعلم يا حبيبي أنه لا غنى لأحد عن بركة الله، مهما كثر مالك ومهما زاد عيالك، لا قيمة للنعمة دون بركة فيها. البركة هو أن يمر عليك شهر كامل ولا تذهب فيه إلى الطبيب، هو أن يمتعك الله بالصحة ويمتع أولادك بالعافية، يعطيك الله مثلا بيت متواضع لكن فيه طمأنينة، أكل متواضع لكن فيه في البيت راحة بال، فيه محبة. آه من راحة البال التي حرم منها الكثير من الناس. البركة أن يكون عندك زوجة صالحة، وأولاد أبرار، وسمعة طيبة، وصحة جيدة، عندك نسباتك وأصهارك، ناس طيبين محترمين، عندك عمل مربح ودخل معقول وسمعة طيبة. والله العظيم كل هذه نعم لا تقدر بثمن. إذا دخلت البركة في حياتك فلا تقل لي كم حسابك ولا كم رصيدك، يأتيك الخير من حيث لا تحتسب. ومن أخطر أسباب ضيق الرزق ونزع البركة أننا لا ننفق ولا نتصدق. أتدري أن أحد أسباب بقاء المال عندك هو أن تنفق منه؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. ومن أسباب البركة الدعاء، ولذلك العلماء قالوا: لا تقل اللهم ارزقني، لأن الرزق مضمون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لا تقل اللهم ارزقني، رزقك مضمون، ولكن قل اللهم بارك لي فيما رزقتني. قل اللهم بارك. إذا قبضت المرتب أو كسبت في أي معاملة مادية قل اللهم بارك لي فيما رزقتني.
والبركة في الطعام أن تأكل مع أسرتك على سفرة واحدة، على طبلية واحدة. حاليا أصبحنا كالأجانب، كبلاد أوروبا، كل واحد منا يأخذ طبقه ويأكل في غرفته مع نفسه. جاء في سنن ابن ماجه قال الصحابة: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: لعلكم تأكلون متفرقين. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. أمي حفظها الله ونحن صغار كان الواحد منا إذا تناول رغيف الخبز من حقيبة الخبز ونسي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والله كانت تقيم الدنيا ولا تقعدها. أيام زمان، أيام كانت كلها بركة، أيام كانت لا يوجد فيها فشل كلوي ولا تليف كبدي ولا سرطان ولا سكتات قلبية ولا جلطات دماغية ولا ضغط ولا سكر. أيام كانت كلها خير. وتحدث النبي عن بركة المرأة فقال: أعظم النساء بركة، أقلهن مهرا. مفهوم المخالفة: أول شؤم المرأة غلاء مهرها. فمن أين يأتي الشباب حاليا بعشرات الآلاف من الذهب؟ الذهب عيار 21 ب1200. من أين للشباب؟ يسرقون أم يلجؤون إلى الزنا ونحن السبب؟ زوجوا الشباب، افتحوا البيوت، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. اللهم من يسر أمور الزواج فيسر عليه، ومن شدد في أمور الزواج فرده إلى دينك ردا جميلا. ويستجلب المؤمن البركة في بيته بدوام ذكر الله فيه وقراءة سورة البقرة. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. يا أخي، افتح إذاعة القرآن في بيتك، قناة المجد، اجعل بيوت يقرأ فيها القرآن عشعشت فيها الملائكة، وبيوت يسمع فيها الغناء، بيوت عشعشت فيها الشياطين عياذا بالله عز وجل. وتتحقق البركة بلزوم تحية الإسلام، فإذا دخلت بيتك سلم على أهل البيت، إذا لم يوجد أحد في البيت قل السلام عليكم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وماء زمزم ماء مبارك، والمسجد الأقصى مبارك. سمعنا عن الصحفية شيرين أبو عقلة التي قتلت اليوم، وإن كانت على غير دين الإسلام إلا أننا نحزن على فقدها من باب الإنسانية. ودولتنا الحبيبة بقيادتها الحكيمة تدافع دائما عن القضية الفلسطينية، ويجب على الخطباء وعلى الدعاة أن يذكروا الناس بفلسطين. المسجد الأقصى هو بيت المقدس، وهو قبلة المسلمين. قبل الكعبة صار قبلة 17 سنة. هو قدسنا وأقصانا، أولى القبلتين وثاني المسجدين، منتهى الإسراء ومبتدى المعراج، وهو مقر الأنبياء ومهبط الملائكة. فتحه عمر بن الخطاب وحرره صلاح الدين الأيوبي. والمسجد الأقصى تشد الرحال إليه،
قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا، يعني المسجد النبوي. والمسجد الأقصى، احفظ مني هذه المعلومة جيدا، المسجد الأقصى الراجح أن الصلاة فيه 250 صلاة. أما حديث الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، فقد حسن هذا الحديث الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، إلا أن العلامة الألباني قد ضعف الحديث، وقال: الذي صح هو حديث النبي: صلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات في الأقصى. ومعلوم أن الصلاة في مسجد النبي بألف صلاة، فلو قسمت الألف على أربعة لوجدتها 250، فالراجح أن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة. والمسجد الحرام هو أول مسجد وضع في الأرض، وثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام هو المسجد الأقصى، وكان بينهما 40 سنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والذي بنى المسجد الأقصى ووضع أسسه الأولى هو نبي الله آدم، والذي جدد بناء المسجد بعد ذلك هو نبي الله سليمان. والنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج صلى بالأنبياء إماماً، وهذا إن دل فإنما يدل على أن المسجد الأقصى مسجداً لنا وأرضاً لنا، وسنورث ذلك لأبنائنا. لكن المسلمين وللأسف حالياً لا يتحدثون عن المسجد الأقصى، ما عادت فلسطين قضيتهم، ولا عاد التطبيع يزعجهم. فإلى كل مشتاق إلى مدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية، علموا أولادكم أن فلسطين محتلة، وأن المسجد الأقصى أسير، وأن الكيان الصهيوني عدو، وأنه لا توجد دولة اسمها إسرائيل. وأنا أعلنها صريحة مدوية في الآفاق، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، نحن أمة لا تستسلم لأعدائها، ننتصر أو نموت. وطور سيناء في مصر مكان مبارك، وهو مكان مستهدف، فلقد قتل من أبنائنا اليوم 7 أفراد، نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء. ولا زال الجندي المصري يرفع شعار إما النصر وإما الشهادة. أبناؤنا فلذات أكبادنا، ترمل نساؤهم، تسفك دماؤهم، تيتم أطفالهم، إلا أن بلدنا ستظل عالية خفاقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها، ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. وفي النهاية، نحن في موسم حصاد القمح، لا تنسوا أن تخرجوا زكاة القمح، أنتم حاليا تجلسون على عيدان القمح، أخرجوا الزكاة، لن يبارك الله لكم في تجارتكم ولا في أموالكم إذا حرمتم الفقراء من الصدقة. أخرجوا الزكاة في يوم الحصاد، في يوم تدرسون، لأن الله قال: وآتوا حقه يوم حصاده. والله العظيم يا جماعة، الحياة أصبحت صعبة، والفقراء والناس فيها اللي مكفيها، محدش بيحس بوجع حد، كل واحد في دوامته، فلازم نراعي ظروف الفقراء. كن أنت الشخص الذي حينما يراه الفقراء يقولون: ما زالت الدنيا بخير. اجعل من يراك يدعو لمن رباك،
كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ولا تنسوا صيام الست من شوال، قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الهدف من خطبتي أن نخرج بفائدة، يعني هذه الجلسة الهدف منها أن نخرج بفائدة. إذن ما فائدة كلام الداعية أو الخطيب؟ هل يقلب الكلام إلى مزاح وإلى هزار ويقلب فيها عبارة عن أرجوز؟ أنا جئت مذكركم، ما جئت لأضحككم. أنا جئت واعظا ولم آتي لأمزح معكم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الكلام في موازين حسناتكم. أبارك للأستاذ ممدوح لزواج أخيه الأستاذ محمود ابن الحاج السيد آل عزوز وللعائلة الكريمة كلها، وأقول لكم كما قال النبي: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وإن شاء الله يا محمود عروستك تقول: بيت أبويا رباني وبيت جوزي علاني. وإن شاء الله أنت تغلبها بالمال وهي تغلبك بالرجال. والله يحفظكم ويرعاكم، هو مولانا ومولاكم، يتولانا ويتولاكم، يهدينا وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.